لما تزيد الثروه كتمشي لجهه اخرى. ف 90% ديال الاشياء كتكون عليها اتفاق. ثانيا انا تعاملت مع الاخوان ديال الطاقم المشتركيه بالاحترام. اعطيتهم الحريه ديالهم الكامله كوزاره. ماشي اشخاص اللي غادي نسيرهم. وكنت كنكون سعيد بلي اي واحد فيهم كينجز شي حاجه انني ناصره ونعتز به. وكذلك قبل ما ينجزها الى وقف عليا انه يلقاني بجنبه. وبعض المرات على حساب بعض الوزراء اللي من الحزب ديالي. ولكم تسولوا السي مرضي رغبتيو في هذه القضيه. وكذلك لقينا بانه بعض الامور اللي كنختلفوا حولها. الخلاف ماشي بالشكل اللي كنا كنتخيلوا. ماشي كبير، ماشي دراماتيك. الخلاف فيه شي امور يمكننا نقدوها وشي امور غتبقى. كيف قلت لواحد النهار، قلت له الشي نبيل، هاد الناس ما خلوناش حتى نتعارضوا. لو كان خلونا غادي تبان الخلافات اللي بيناتنا وغنتعارضوا مع بعضياتنا، ولكن هاد الطريقه باش كيتصرفوا خلتنا نكونوا موحدين ونتعاونوا، لانه حنا بجوج كنحاولوا باش نخدموا هاد البلاد في الاتجاه ديال المعقول. هذه هي الكلمه اللي كتشتركنا بجوج.